الانطلاقة الثامنة الخاصة هنا أيضا بثنايا البكار المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشوق في هذه الأمسية الجميلة هنا والانطلاقات المتواردة شوطا تلو الآخر. نعود إلى الصدارة نتابع ونفتتح مسيرة هذا الشوط هنا هذا الأداء الجميل وتأتينا ذيبة على الصدارة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثاني هنا سحابة من تأتينا على المركز هنا أيضا أو مهابة مهابة المنطلقة بهذا الأداء الجميل هنا أيضا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي بهذا الانطلاقة لمهابة بهذا الأداء الجميل هنا تأتينا هنا في المركز الثالث بهذا الانطلاق شمعة المتواجدة بهذا الانطلاق هنا والتحدي والإثارة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك لوهيبي في التضمير من تأتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع فتون هنا من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ومن الجانب الآخر هنا بهذا الانطلاق الجميل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بالظبيان تتواجد بهذا الانطلاق بقيادة هنا سالم بن مطر بن حاذة لجتبي والوجود من الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن علي بن خفية لجتبي بهذا الانطلاق والتحدي الوصول هنا من الشاهينية لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري في التضمير من ينطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي الثامن مراكزنا تتواجد هنا نجدة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير والوصول هنا من الطيارة من هجن الرئاسة بقيادة صالح بن سعيد بن عري المري وعلى المركز العاشر منوة لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلم سالم بن خلفان بالشاور الغفري في التضمير هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة نعود إلى الصدارة هنا الصدارة هنا المقدمة ومهابة لا زالت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني وهنا من الجانب الآخر هناك الذيبة المنطلقة على المركز الثاني لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير وشمعة من تأتينا على المركز الثالث لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي في التضمير وهنا فتون قادمة بكل قوة بهذا الأداء الجميل والتحدي لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير وتأتينا هنا على المركز الخامس الثانية لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة عتيق بن علي بن خفية لجتبي بهذا الانطلاق الجميل الشاهينية تأتينا هنا على المركز السادس لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري في التضمير السداسية جميلة ثلاثية على المقدمة ثلاثية في المنتصف ونتابع الأرقام المتأخرة هنا بهذا الانطلاق الطيارة تأتينا سابعا من هي هنا من هجن الرئاسة بقيادة صالح بن سعيد بن علي المري ونجدة من تأتي بهذا الانطلاق على المركز الثامن لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير بالظبيان في المركز التاسع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن مطر بن حاذة لجتبي وعلى المركز العاشر مطيلة تأتينا على المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم عبيد بن محمد بن الضبيعة لجتبي في تضميرها من تنطلق على المركز
العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، لعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، وهنا كما حصل في الشوط الماضي أراه هنا ينعاد بهذا التكرار، تتكرر المنافسة هنا، تتكرر بين هنا مهابة وبين من الجانب الآخر أيضا الذيبة نفس الموالي، ولكن تضيف هنا شمعة أيضا تنضم إليهم في هذه المنافسة. هنا إذن مهابة على الصدارة على المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي في التضمير. من الجانب الآخر هناك تأتينا الذيبة من هجنة العاصفة محمد بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الثالث هنا تتواجد شمعة من تتواجد في هذا الانطلاق هنا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان بقيادة المضمر السيد هنا أيضا سعيد بن مبارك بن سالم لوهيبي في هذا الانطلاق والتحدي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء المميز بينما رابع مراكزنا المركز الرابع، وهنا فتون على المركز الرابع من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الخامس الشاهينية لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي تتواجد بهذا الانطلاق هنا أيضا سالم بن علي بن مخيت المسافري في التضمير. من يأتينا هذا الانطلاق على المركز الخامس وسادس المراكز الشاهينية تتواجد على سادس المراكز لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة هنا المضمر السيد عتيق بن علي بن خفية. من تأتينا على سادس المراكز المركز السابع وسابع مراكزنا نجدة تأتينا على المركز السابع من هجنة العاصفة قيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، والمركز الثامن الطيارة من هجنة الرئاسة بقيادة صالح بن سعيد بن عري المري. بهذا الانطلاق نبقى هنا مع هذه المجموعة الأولى التي تتواجد بهذا الانطلاق الجميل والتحدي، نبقى هنا مع هذا الأداء الجميل ونصير مع الثلاثية المقدمة، مع ثلاثية المقدمة هنا بهذا الانطلاق والتحدي. هنا مثلث جميل بهذه الشعارات الجميلة المتواجدة على مقدمة هذا الشوط، رأس الحربة هنا تقود مهابة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي في التضمير. أما المركز الثاني من الجانب الآخر فتأتي الذيبة من هجنة العاصفة بقيادة هنا حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الثالث شمعة، شمعة المنطلقة على ثالث المراكز بهذا الانطلاق الجميل. شمعة هنا من تتواجد بهذا الأداء لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان بقيادة المضمر السيد سعيد بن مبارك بن سالم لوهيبي، من تتواجد بهذا الانطلاقة الجميلة. وعلى المركز الرابع هل من رباعية قادمة هنا وثلاثية أخرى هنا بقيادة فتون من هجن العاصفة قيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الطيارة من هجن الرئاسة قادمة أيضا على المركز الخامس هنا مع صالح بن سعيد بن العري المري، والشاهينية تأتينا على سادس المراكز لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن علي بن خفية. لقتبي سداسية جميلة، سداسية جميلة في هذا الانطلاق الجميل والتحدي، ولكن هنا صدارة. نبقى يا سلام بعد أن غادرنا لوحة الثنين كيلومتر، هنا الصدارة مع مهابة ومع الذيبة، هو الثلاثية مشكلة هنا من قبل شمعة وفتون. فتنت فتون هنا في هذه اللحظات أيضا كي تلحق بركب المقدمة، تلحق بركب المقدمة وتنضم إلى الثلاثية لي على المقدمة. الذيبة تسللت على الصدارة، الذيبة تسللت على المقدمة على المركز الأول من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. فتون تليها على المركز الثاني وتلحق برفيقتها هنا بهذا الانطلاق. فتون من
من هجن العاصفة أيضا مع الوافق حمد بن راشد بن حمد بن غدير شمعة تأتيهم أيضا بهذه المنافسة لسمو شخصية بن قريبة بن سيف آلن هيار مع سعيد بن مبارك لهيبي من الجانب الآخر. عادت مهابة لصلب المنافسة هنا بهذا الانطلاق. مهابة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي. يا سلام هنا مضمر خمس نجوم. الله بدأت التحديات هنا أيضا. حمد بن علي العويسي انوضع بين كماشتين هنا حمد بن راشد بن غدير في هذه اللحظات. يا سلام هنا الذيبة من انطلقت على الصدارة. الذيبة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الذيبة على الصدارة، الذيبة على المقدمة، الذيبة على الانطلاق، الذيبة على التحدي. ما شاء الله تبارك الله انطلقت الذيبة بهذا الأداء الجميل للمرة الثامنة في هذه الأمسية التراثية الجميلة. تهانينا لهجنة العاصفة على هذا الأداء الجميل. تهانينا هنا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم على هذه النوعيات المتميزة، على هذه النوعيات الفريدة من أيضا هذه الهجن المدر. اللهم زد وبارك بهذا المال الطيب. ما شاء الله هنيالك يا أبو راشد على هذه النوعيات الجميلة. تهانينا والناموس، تهانينا للواثق كذلك الواقف دائما وأبدا خلف هذا الشعار. تهانينا على هذا الأداء الجميل. ها هي لحظة الوصول هنا للذيبة مع 200 متر الأخيرات، هي المعلنة للفوز، المعلنة للناموس. تهانينا على هذا الأداء الجميل. هي لحظة الوصول إلى خط النهاية للذيبة. تهانينا لهجمة العاصفة على هذا الأداء والواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني وصلت هنا المركز الثاني وصلت هناك ايضا مهابة سمو الشيخ المر مكتوم سمو الشيخ زايد بالمر مكتوم المركز الثالث. وصلت فتون من هجن العاصفة من اتتنا على المركز الثالث. وهنا التوقيت الزمني ولحظة الوصول مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق الجميل. 12:39 جزئين من الثانية. تهانينا على هذا الاداء الجميل هنا لهجن العاصفة. تهانينا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الانطلاق الجميل والتحدي.